نقاط البيع الجزء الثاني. للخروج من نقطة البيع اضغط إلغاء فاتورة أولا، ثم موافق، ثم الخروج. لحفظ الفاتورة حتى وقت رجوع الزبون اضغط حفظ فاتورة. اكتب اسم الزبون أو أي ملاحظة أخرى، ثم موافق. لإرجاع الفاتورة اضغط فتح فاتورة واختر الفاتورة. لطباعة فاتورة معينة اضغط إعادة طباعة، اختر اسم العميل وستظهر كل الفواتير المتعلقة بهذا الزبون، أو اكتب رقم الفاتورة. ثم طباعة المحدد. لطباعة فواتير تاريخ معين اضغط الفواتير، اختر التاريخ واختر أي معلومات أخرى، ثم عرض التقرير. لفتح صندوق النقود اضغط درج الفلوس. للتأكد من سعر السلعة اضغط الأسعار. لاحظ تغير الحالة إلى برايس فيريفاي، اختر السلعة وسيظهر السعر. اضغط هنا ثم ارجع الحالة إلى مبيعات. لمشاهدة العملات الموجودة في النظام اضغط عملات. زر مفاتيح سريعة هو عبارة عن زر مختصر لإضافة سلع لنقطة البيع. يمكن تحديد هذه السلع في نظام المخازن، إعدادات المخازن، ثم مفاتيح سريعة. تسجيل الخروج لتغيير اسم المستخدم. يمكن إضافة ملاحظة للفاتورة عبر الضغط على زر ملحوظة. في حال رغب الزبون بدفع جميع المبالغ المستحقة عليه اضغط تحصيل من عميل، اختر اسم الزبون. ستظهر جميع المبالغ المستحقة عليه، اكتب المبلغ في خانة كولكت. في حال رغب الزبون بدفع جميع المبالغ كاملة اضغط كولكت اول، ثم سيف. في حال استلمت بضاعة من أحد الموردين اضغط استلام بضاعة. حدد المورد عبر الضغط مرتين. حدد اسم السلعة عبر الضغط مرتين على خانة Item Code. حدد السيريال نمبر في حال وجد. وصف السلعة والسعر الذي ستشتري به، ثم سيف. اضغط حركة الكاش في حال رغبت بإدخال أو إخراج نقود خارج نطاق عمليات البيع.
إدخال النقود اضغط كاش إن، ثم النوع وحدد المبلغ، ثم سيف. وبمثل الطريقة إلى إخراج النقود. في حال رغب الزبون بدفع مقدم للسلعة، اضغط تحصيل مقدم، ثم اسم الزبون، اختر العملة التي سيدفع بها أو الطريقة، ثم انتر، ثم اضغط على زر كاستمر. سيكتب باقي المبلغ تلقائيا، اضغط انتر.